بعد كلنا كتير نتسلى. هلأ بكل صدق وصراحة ما في أحلى من الدور اللبناني، وتعودنا عم سبيت الجمهور اللبناني بالملاعب. سبيت بس عن نية طيبة أكيد. أكيد ونية. ما في نية خبيثة. لا أكيد أكيد. وبعد التشنجات كمان على أرض الملعب، يعني ما تستغرب إذا فجأة لقيت أحد الجماهير تحول لحنا الغريب وصار يصرخ الصريخ بدنا السلسلة مثلا، بدنا السلسلة وبدنا كرة السلة ترجع لمجدها، والسلسلة بدنا السلسلة بس أعطينا السلسلة. ليه إذا بيصير هيك هذا دغري بنزعب من الملعب، لأنه ممنوع يكون في جماهير هيك بالملعب. نحن دائما ندعي للجماهير الرياضية. مثل آخر جيم صار بين رياضي حكمة، قمة الرياضة هاي WWE. بس الحل